إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكل من يتابعنا داخل الوطن وخارجه. إذا نهاية قمة الرجاء الرياضي نهضة بركان بلا غالب ولا مغلوب، التعادل بين الفريقين هدف في كل الشبكة. الهدف الأول كان سجله نوفل الزرهوني للرجاء الرياضي في الدقيقة 17، ثم يعدل نهضة بركان في الدقيقة 87 عن طريق يوسف الفحلي، ورغم الطرد اللي كانت تلقى نهضة بركان دقيقة 76 عن طريق خروج اللاعب محمد المرابط، إلا أن نهضة بركان استطاعت تسجيل هدف التعادل. بعد التعادل نهضة بركان كيوصل إلى النقطة 22 مع الوداد الرياضي نفس النقاط، لكن المقابلة ناقصة للوداد. الرجاء ب 24 نقطة، الجيش الملكي ب 26 نقطة، متديل الترتيب حسنية أكادير سيواجه في المقابلة المقبلة يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة الوداد الرياضي. إذن باقي المقابلات، علاقة فوز الوداد الرياضي في الجولة المؤجلة في ملعب البشير بالمحمدية الجولة 9 فاز على يوسف يات برشيد بهدف 1-0، هدف يحيى عطية الله. يوسف برشيد تعادل مع المغرب التطواني، الجيش الملكي يفوز على حسن يد اكادير، بينما الفتح الرباطي فاز على نهضه الزمامره. اذا تحياتي لجميع الاخوه، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناه لنفيكم بباقي نتائج البطوله الاحترافيه المغربيه. تحياتي للجميع، التقي بفيديو اخر بث اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.